استرداد الأموال محل عمليات الرشوة عبر وسيلة التسوية لا تنطبق على الأشخاص الطبيعيين وإنما الأشخاص المعنويين أي المؤسسين. وأود التذكير بهذه المناسبة بعزم الدولة وإرادتها في مكافحة الفساد والمفسدين بدون هوادة واسترجاع أموال الشعب المنهوبة بتجنيد كل مؤسسات الدولة بما في ذلك ثقلها الدبلوماسي في ظل الاحترام الصارم للقانون واستقلالية القضاء.